السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، عواشركم مباركه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. تحيه خاصه للتاليه المغربيه داخل الوطن وخارج الوطن، وبالخصوص الناس الغربه اللي في العيد كيحنوا بزاف العواشر الوالدين ديالهم والحباب ديالهم. نتمنى ان شاء الله تلاقاو في ساعه الخير باذن الله. بالنسبه الناس اللي كيقولوا لي بيجامات امي السعديه كيحمقونا وزوينين منين كتاخذيهم ليها، هالمحل اللي كناخذ منه سيدي معروف ساحه مرداس، غادي نخلي لكم رقم التليفون في التعليق. صراحه عندهم هادشي كيحمق كيحمق كيحمق، ما كنكرهش ناخذو كامل مهمتي. هنا البيجامات اللي كيكونوا سولد كينزلوهم هنا، هادو سولد ما بين 100 درهم 120 درهم، هادو 50 درهم 70 درهم 90 درهم 120 درهم. صراحه اثمنه غزاله، شوفوا هاد البيجامات يلاه جابوهم انزومي لكم غزالين البنات والولاد، حتى نتوما تاخذوا لماتكم وخواتاتكم وحتى الزوجات ديالكم. صراحه عجبوني وتيديروا اثمنه مناسبه، كيخليوك تمشي بخاطرك وحتى هما بخاطرهم، وكاينين حتى ديال الرجال ها هما. حتى بيجامات ديال الرجال غزالين تبارك الله، صراحة عندهم هادشي زوين. الناس ديال سيدي معروف كتسولوني هانا شاركت معاكم شاركت معاكم المحل، نتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. والتليفون ديال هاد الناس نخليه لكم في اول تعليق. ها نتوما خديت لمي سعديه هادي، قولي ليا دوك كورونا، وخديت لماما هادي، خديت لماما هادي امي سعديه هادي. سمحوا لي شديت امي سعديه كتصلي، هذا الناس اللي كيقولوا امي سعديه سيري تصلي، الحمد لله راه كتصلي، انا جاوبت عليكم الله يتقبل لها ولنا ان شاء الله. لا هنا شوفوا الشلاضة اللي صوبات امي سعدية، ما عرفتيش واش حكاتها في حكاكش ما بيشا. لا لا الموت كان بان طب بغيت نقول لكم البنات واش هاد الشلاضة حكاتها محكاكة تاع مطيشة. لا عامل موس
كنضحك معاكم. هذه ام سعديه كترقق حيت ما عندهاش سنينات، كتشد وكتبقى ترقق. لا ديما كتديريو. وشوفوا واحد المرقه طيبتها نجوى، فكرتني في ولاد سعيد. كنت كنمشي لولاد سعيد عند شي ناس الله يذكرهم بخير، كنلقاهم دايرين هاد المرقه. شوفوا فيها مطيشه، فيها بصله، فيها بصله. ما قدرتش ناكلها، جاتني ثقيله ما عرفتش. لا فيها الزيتون. هنجيوا زوينه. نجوى سرطات تبزت. شوفوا المناده ديالنا شحال كبيره، شوفوا شوفوا المناده ديالنا شحال كبيره، وحطيت لي مكيسان صغار والله الا قداتنا. قلتي من تهديك الحمد لله. كنت ندير الغدا انا ويلي. شوفوا شوفوا قدات هذه شربات فيها نجوى امي السعديه جوج كيسان، ونجوى كاس، وانا كاس، وباقي كاس. المرقه ما قدرتش ناكلها ثقيله. لا 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 نجوى ما ناكل ما نشربهاش. ها هو كاس، يعني شحال كتهز ربعه الكيسان صغار، يعني جوج كبار. دار زوينه كلها مزيانه ماكلتها. ما نقدرش ناكلها اختي، انا عزيزه عليا. قلت لك راك السلاطه نموت عليها. ولا نقول انا افتح امي سعدي شلاطه حبه من تعطى مني جاتني حبه من تعطى. قلت لها كيمان تسكتي راه كاين باغي هادي. تقولي راه خالي حويلي. قالت لي خالي حسبت ما تمك تخلي تاكل. قلت لها خال، قالت لي والله يستر انا ما بقيت نعقل على والو تا بناني. قالت لي راه خالي تبارك تغدي معاه. قالت لي راه لا انا اختي جايبه من عمر ابراهيم جابت جوج مشيت وحده. انا كنت عندك مع الكريات وشد ام ولاد حليب الحبس انا مون نعمه. يعني ركبت ورباتو وكمبريتو. هذا شنو كدير؟ كل خده ولا الدار ما يديها من الحبس. ويني ما تحليت غدارة هاد الحرام راه ولاد حنينكم. ولاد هاديك اللي كانت كتنام معايا كانت يوم السيدات كتنام قلت لها مسكينة. لا دردوني خويا 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 خدات خوها ولد ما وبوها وبركة تقول لي مربينا خويا. وبالخير كانت داري الدار وداها السبيطار وقدها هذا سيرك بنتها ولا جمك سيبها لما تسيبها هذا جات هذا تسعى الدار. تردوي الفلوس يلا دير خلاص ودير خلاص ديدي قدام انا حيد ماما هروطة راحي في دارهم. اه اتدوي وياه ايوه انا راحي في دار ميشي بنت الامرأة مانا ميشي راحي مستعدية راحي في بنادم مستعدية كانت سمع هذا قالت لك ملي تصابوا الحلوى قالت لك جيبوا لي غير وحده ندوقها كيف جات وشحال ديالي ولا لا. شكون هي هذيك اللي صوبتي معايا الحلوى؟ والله انا صوبت لها والله انا ديت انا. لا غير جوج بيضات. لا ما بغيت. لا انا بابا ما كاينش. يا راه دارت لها الزبده، يا راه دايره الزبده من هذي دواب كدير الزبده وكتحرك دايره الزيت وديري الزبده. كيف ما كتشوفوا هنا امي السعديه دارت 100 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال الزبده، ونص كاس ديال العنبه ديال الزيت، وهذا شكون اللي قالك عطيهم مقادير؟ شكون اللي قالها لك؟ هما عطاوك شي مقادير ديال شي خريه كل ديال بزاف ديال راسك كيكون شي مقادير كتعطي من ما عطاوك ولا شي حاجة والله تفضولية بالله. وما دارو كيعطو شي مقادير كيعطو والو، ترى ما نعطي مقادير للناس شو خراب. ما هي لا مقادير، لكن من المقادير لا بحر.
قال هبان قال ما قادر ما هذا ما داك ما راسك ما يقبك. درت نص معلقه صغيره ديال القرن في المطحون خلاصي ما راه كيوريك بعر وغادا دير واقيلا حتى سميتها مي هذه شنو سميتها لا هي اللي باغا واقيلا غتقول لي المقادير ولا لا نشوف مي نقول لي سميتها هذه دابا قلتي كلشي ماشي عاد غتقولي كير ما كتسكتيش الله يستر بك مرض الرحمة على الولد اللي قالها الله اكبر هذيك هذيك السيده ما اللي ما طالع عليها الدم عليا شوف الله يستر عليا يا امي عليك انت يا كتسكتي كتخلي سرك فيك ما انت معاود لبنادم ترى نخلي بير تيقى هذيك راه كذاب في الدوخ راه هنا في الخرا كيكذب عليك دارك ضحكة كيضحك عليك في البحر كدو متحرمية اللي بيه الدوخة ترى هو يدوب خشاب هو يروح دابا راه هذاك الشيء اللي دار لي انا موجود مع الدروز ويجر لي الكسوة دير راسي حشومة دع المرأة ما ما كتحشم لأني قال لي ما كتسواش رزقك اي يفكر خرا في البحر انا نسالي ندي ولدي سبيطه ديتها رغبيله دا سبيطه قالت لي واخا تصوبوها ما غتجيكمش بحال ديالك لا واخا اي ما يود غتجيني بحال ديالك ديالك كيفاش كديكيها ما تكدب غتجيك بحال قالت المرا كيلو شحال قالت لها؟ ما قالت لها ما قالت لها قالت لها قالت انا بغيت كيلو هكا قالت لها يا خرا قالت شاد يديها وباركه الحانوت راه قالت كيخلطوا معاها كيخلطوا مع الحانوت ومالها مزيانه لا هي مالها اللي معدبه هي الغليظه هي اللي معدبه قلت لي اللي معدب قلت الغليظه مولات الحلوه هي اللي واكله الدق وما كتشد والو تعدل كنا كانت مركله دايره في دارها شويني فيها وندير الكليان فلا رجعت الدار صوت معاها وحيد يدك حيد يدك بغيت تخليني نعزو وتعنيتي هيا ديدي شديها بارك كون كانت مرا راسا كاينش نصاوب في داري وندير كلياني ويجيو عندي ويديوها من عندي فلا زي تقولي انا ما دويتش معاك مشيت قوض ديك راه قوالبي هذيك العبديه هكا كلبين ليا لقالتها جيبه مزيتي قالت لي ما كاين حتى حانوت هنا شدت لها البن وركتب حزامه للزرها قالت لي يما عطيه البارد قالت لي ويلي 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 بغيتي تمشي قالت لها ضرب لي شوها تقولي مها ما دارت لي حتى كاس ديال اتاي اتاي اللي دارتو لنا حطيتو في البارد عاد عمر جوج كيسان تبارك الله على امي ملي جابتو وحلوة امي ملي جابتو امي السعدية هاد الحلوة كون غير خرجنا حنا نبيعو منها غدا ما انا تاني بيع بغي ناكلو حنا لا غنبيع منه 5 كيلو دبر راسك بيعيتها راسك ملي تذوقي قال لي ادم لا ماما ما تبيعيش اشنو ندير ادم دبر راسك قال لك صداقه قال لي صدقوها ماما صدقيها صدقيها تير ما تكري كي تصدق عليك باز صدق عليا الوقت اللي هنا يصدق خلاص باش نمشيو نشوف لك جلابه شناهو غنخيط لك جلابه باذن الله غنخيطها لك مزيره حكا الناس اللي كيسولوني ديما كيقولوا لي امي سعديه واش ما عندها ما تلبس من غير ديك الجلابه لا راه عندها جلالب ولكن هذيك الجلابه انتم سمعوا امي علاش عزيزه عليك هذيك الجلابه عزيزه عليا كتذكر عليا كتجي قد هكا كباب حيت كتجيها مزيره
وكتجيها يعني قد قالت لكم كتجي ايفازي ولا تقع عليها هكا شوف ها بنادم هذيك كبيره مثل سوقك بحال هكا دير بحال هكا خصك دير غادي دير فيها قرنفلة دير فيها قرنفلة واش من عند الجنوب بحال هكا ديرها هكاك وورك عليها هكاك ادم برافو ادم راه كبرتي على الدرابات وانت نعتك الله يستر الله يستر الله يستر قلت لما تقول جوج عيود على كنت راه كتكبروا داكشي الدرافات اي وشوف وباطلك وتهجري شحال بوك هادي حيدها ما تبدل فيها انا نقول لا خليهم هو الادم كيضحك عليك يضحك راه فيه وبحبابه عافاك امي عافاك صافي صافي عافاك الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين مي طيرني انا ما كاين الله يحفظك امي يا ما داير مال شكون اللي عصبك يسعديها شافتني عاودت ديك الكبيره اللي حطاتهم وما بغاتنيش نعاود عافاك امي سمحي لي امي نضحك راه فيك وبكر الحماق شي كبير شي صغير منا ياك لاباس وكالو ما عندهم يدين ما هنا الحماق كيف تخرق هكا كدير لها المرأة حيد يدك هكا كدير لها المرأة غلبة دي صغيرة بسيط ايه يا ويلي طبعا سيدي بوتي مش انا عادي الحلوة اللي غيصوروا الاولاد ها ولدي ولدي حطيتها فوت في بركة تجي من الضحك الضحك كيف تقلبيع الضحك نجوى كاينه شي حاجه اليوم ماشي هادي هادي شوف هادي هادي ما درتي لها هاديك امشي وبارك اخويا بارك ديري اختي انا اش غنديرو هي اللي درتي دار لك ان شاء الله والله يجعلها تجالك الله يحفظ امي انا يحفظ امي لا الكذوب مالو كيكذب شفتي كذب شوف ما بقيت دير هنا فهمتي لا قلت لك ما بقيت دير هنا كتسمع ولا دابا نقلب دير ما لا تنقلب جدا يخ يا كمي انتي كتصلي مابقيتش تعيري الدين حرام لا ما كاين ما حرام كتشوفي هاد الولاد عندك عاجبينك عجباني سعاد تمشي وتجي سعاد عجباني سعاد اولا حبيبة ديالي سعاد عجباني سعاد ايوا هاديك عمري سعاد عجباني جداتي جداتك ما سعدية كتبغيها ادم يخ كان هذاك يخ منه ادم كتبغي جداتك ام سعديه لا اختي انا ما جداتش جدا راه هي ام بوح انا ما جدا ما جدي بعد كان باغي يشارك ليا كسوه والراجل كيقول لي ما حشمتيش تفرق مع المراه
كاع ما كتحشم يخ على التربيه كي دايره. هاك الله عليك وكيقول لي تفرق مع المرا ما حشمتيش يزرف فيا ويعاود من الكسوه ما بقى يحيدني من الكرسي. تهضري على قبيله اللي سالتاتك خانس امك عاجبها تقولي قالت لك فرقه عليك ما مهرب بعد منها الى اخرى من هاد الولاد عندك. يا لطيف مساكي قولي عم الشر ما كايناش اوي كان كل باغا كيديرو زوج ولا باغا يديرو زوج من شي وحده الله يستر. نجوى شعلي الفران شتا قالت لي خطرت ما خلطتو وقولها خطر علاش خوف زوج قالت الاخرى دارت في ولادي كما دابا جوج ورقات ديال الضو. ايوا تجيب لك الوراق تجيب لك الوراق تشوفيهم صافي ماشي غتقول لك كملتهم لا علاش لا قلنا لا ما كاينش ثقه جيب الوراق ولا جيبي لي الوراق نشوفهم تنطيح هنا مالك كاتك تحتك تفرى صافي ولا جيبي لي الوراق جيبي لي الوراق الاولى والثانيه رقم دوك القوالب باهينا تبارك الله فرانك دوين شفت الفران عندك تفرق مصر روحي روحي مازال تبرد مزيان صفاح لا العادل تبرد مزيان نجوى عطيني هذاك الخيط ديال التليفون ها هو الفوق مازال تبرد مزيان ندير الوحدة أخرى نعم غدا دا الليلة عندك دا الغدا وين الليلة لا حتى الغدا غدا انا راه غادي نجيب لك ان شاء الله ندير لك مفاجاه ما نقولش لك دابا مي هاك بعدا قولي لي كيف جاك هاك بالصحه والراحه وقفي بيها شوفوا البنات البيجاما اللي جبت لامي صحتك امي سعديه تقول ما ويلي 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 انا زعلان انا زعلان ما شربتش عليا شوفوا البنات البيجامه اللي شريت للسعديه كيفاش دايره مي السعديه الله يسهل الله ما يسهل عجبتك بالعكس ما يسهل سمعي ليا بزاف عاد مي السعديه أمي السعدية كيعجبوها أنا الحوايج اللي كنشري لها كتمشي تخزنهم قالت لك ما كنسخاش نلبسهم لا هذا دابا العيد كنلبس باش نلبس هادي لا تخلي ما عمت ما عيمات نجوى تا هي جاية كتجري فرحانة بحوايجها بغات توريكم الحوايج ديالها السبرديلة ديال نجوى اللي خديت ليها نجوى و السروال ديال الجين كنا ها السروال ديال الجين ديال نجوى كنا دايزين من حدا واحد من واحد المكازا كنا دايزين والبارح البارح فين خرجنا ما طبختيش على ذوك البنات كنا دايزين من واحد المكازا وهي تقول لي صراحه حمقاتني هذيك القبيك انا بعدا ما عجبتنيش ديال البنات الصغار قالت لي لا عجبتني وما كرهتشكش صارت شريها ليا وحلفت اليوم تنمشي ناخذها لا شافتها غير البارح من واحد المكازا ما عندكش فختي على هادو هاي القبيه اللي شافت قالت لي ما عجباتني ورجعت خديتها لها وسروال وسبرديله امي هاي شاربه لابسه حاطه كوتي في الشعر كسر فريال ثلاثه دريال ما صوتوا ليا انتوما درتوا ليا اخرى كتبتوها تعلمت بعد يوم مني شوفي تيسع الا كنت بنتكم درتوا ليا صافي ولا ما بغيتش تطلقوني ما بغيتش تطلقوني راه ترى غديني غديني لدار خالي طلقني بعدومني بغات انا الزواج هادي ما ندير به بغا يدوك الراجل يدوك لي
كلام فيلي الخرا. أم سعدية كيف جاتك البيجامة؟ الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، الله عندي، كتعرفي تشري، الله يحجبك، الله ينصرك، الله يبني يساعدك، الله يخليك صحيحة. يلا نجوى. وطول العمر. عندك طيحي الزيت. الله يسلحك. أمي سعدية بالصحة والراحة، عواشركم مباركة، تدخل عليكم البنات بالصحة والسلامة والولاد طولة العمر إن شاء الله. هانتوما أمي يمشي البيجامة ديالها شحال غزالة، أنا بعدا عجباتني، تا ماما خديت لها وحدة كيف وريتكم، ودابا غادي نوريوكم الحليوة ديالنا كيفاش خرجات، وغادي ندير وحدة أخرى نيت. هاي الحلوة كتجي غزالة، شوفوا كيفاش كتجي حلولة، والله كخير من ديالهم، والله ولذيذة وسهلة، فيها 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام بلاتي أمي، تاع سكر سنيدة، نص كيلو تاع الفورص، نص كاس زيت ديال العنبة ديال الزيت، جوج خمارات، ونص معلقة ديال القرنفل المطحون، ورشيشة الملح، هادشي اللي بقيت عاقلة عليه، كتخلطوهم وكتصوبهم، هادو هما المقادير أمي. هادو هما المقادير، ولا إني هادي، والله تا خير من حلوتي، والله جات تفقس. حلفي. سيري حيتي ليها، سيري سالتي ولادي تشوفي حلوتنا كي ولات، عيطيتي ليها، ولادي تشوفي الحلوة اللي دارت عليا، ولادي تشوفي الحلوة اللي دارت عليا. لا ما درنا تاو وحده اخرى. مسالي اش كتبغي تقولي للناس في العيد؟ نقول لهم مبارك العيد، مبارك العواشر، لحقت هاد العيد هو اللي جاي فيه راسو الله، صلى عليه وسلم، سولي على اللي بغيتي، جاي فيه راسو الله، صلى عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مبارك العيد، مبارك العواشر، فرحوا بوليداتكم، وبعيالاتكم، وبماتكم، وبحبابكم، وبكل واحد. وكل واحد فرحوا به، هذا راه عيد. اليوم الوالدين ديالو توفاو لي في هذا الشهر، و يعني مولفين كيعيدوا معاه وفقدهم، الله يرحمهم ويزيد قبرهم نور على نور ويوسع عليهم ضيقة القبور. هذا ما كان. سمحوا لي راه دقت الحلوى في أمي عامر، كنعتذر. اللي بغيت نقول لكم الله يجازيكم بخير، كثروا من التعاليق، كثروا من التعاليق، القناه ديالنا كتسينال علينا، كيديروا لها سينيال ما عرفتش علاش، يعني كيجوني ميساجات في الجيميل القناه كتسينيال، كيزيد بك يعني واحد الجروب يمكن ما نعرف سينيال سينيال سينيال، باغين يطيروا لينا القناه. ما كرهتكمش، ديروا فوق جهدكم وتكثروا من التعاليق، الله يجازيكم بخير. وإلا كنتوا باغين الرقم ديالنا، الا كنتو باغين يعني باش تواصلوا معنا، حيت بزاف تقول لي ساره خلي الرقم خلي الرقم، انا غنخلي لكم الرقم دابا ديالنا فوق صندوق الوصف، صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرقم ديالنا، اللي بغى يسول على امي سعديه ولا اللي بغى يهضر معاها مرحبا والف مرحبا. انا ضد الفيديو اللي خرج الاخر ديال واحد السيده قالت لك ما كنبغوش لي يسول فينا ولا ولا، داكشي علاش غنخلي لكم الرقم ديالي في صندوق الوصف، وكذلك الرقم ديالنا لواحد الصديقة في الإمارات كانت باغا الرقم ديالي في السعودية، إلهام، تحية كبيرة لإلهام صديقة ديال فاطمة الزهرة، إلهام السعودية، حتى هي الرقم ديالي هو غادي نخليه في صندوق الوصف. غادي نقول لك عايشة ما نقدرنا ما تقدريش، أنا بغينا نطلبوا لها حليوة ما تقدر تقول لها يمكن شي لها. غنصوبوها لها ونصيفطوها لها إن شاء الله. تقوليها كلها مطابرك ديال القرن كلها عجباتك، كلها مطابرك وصيفطوها لك. صافي أمي. سوليها عافاك، سوليها نتيا. مسح لك فمك الحبيبة. سوليها، كلها نصيفط لك حليوة قالت لك سعدية، النوع اللي بغيتي، وزوينة وداك الشي، وغنصيفطوها لك، وديري الموطا وخوديها من عندها، إلا عجباتك، أقول لها قالت لك راك عليك علي والله اللي مطالع، من عندك ما كايناش. ما كاينش بحالها، ما كاينش بحالك عايشه.